بلا ما نطلع لعندك هلا. اليوم عطلته لجوزك، بجوز يكون نايم هلا بلا ما نروح ونزعجه، مو هيك يا بنا؟ ايه، لانه كتير بتقدري تنامي ببيتنا. صحيح رفيف، في عندك صابون الديتول بالبيت؟ لانه الطاولات بالقهوه كان شكلها بيقرف. شوف لك، والله ما بعرف اذا في عندي. تفضلوا. مصره طالعينا يعني؟ خلص بنتي، حاش تبكي. خلص يا عمري، خلص. ولك بنتي حاش تبكي، ليش بتحبي تبكي انتي؟ ولك شو عم تعملوا؟ ولك شو صار؟ ولك ابني كم مره فهمتك انت واخوك ديروا بالكم الوقت اللي بتلعبوا، ما تشلحوا النظارات. شيل ايدك. ولك حبيبي خليني اشوف حاجه تنوح مثل البنات. شيل ايدك، فرجيني لشوف. ولك ابني حاج بقى رح تشدوا البيت فوق راسنا انت وياه. خلص هلا بتوعوا بصير لك شيء بتبلش بكي. اه يا رب خلص بدي خلص. وهي رجعت لكم، فوت لجوا فوت. شو صاير؟ كيفك عمر؟ اهلين ننوس، اهلين ماما. انا ما عاد فيني اتحمل، ولادك جابوا لي جلطه. لوين بدك تروح؟ ولك بدي روح على جهنم الحمراء. اجيت ماما، اجيت ماما، اجيت اجيت اجيت. ديروا بالكم منيح لانه الاولاد كسروا المزهريه. خاطركم الله معك. تفضلوا فوتوا فوتوا بلا ما تشلحوا من رجليكم، رح انظف بعدين. انتبهوا لانه في ازاز على الارض. غيث نزلها من ايدك. خلص خلص يا عمي. ياسمين الله يخليك، امسكيها شوي لضبها الكركبي. طيب هاتي يا عمي. انتوا تفضلوا اقعدوا بس للم هالغراض وبعدين بساوي الشاي. حبيبتي انا بساوي الشاي، انتي شوفي ولادك. طيب يسلموا، مشان الله لا تهزوني يا جماعه. خلصنا. يا ربي دخيلك منين بدي بلش؟ قال لي في شغلة انكسرت. هذا ما نحط اياها. بقول لك هذا ما نحط اياها. هذا ولا نرمي؟ شو حبيبي؟ بدي اقول لك شغلة، استحيلوا هي لبين ما لم الغراض. كيف تخليهم ياكلوا هيك شغلات رفيف؟ حرام عليكي، بكره بيمرضوا. شو اعمل؟ فكرك اذا قلت لهم رح يردوا علي؟ نرمين بدي اياكي تساعديني بشغله مشان الاولاد ومدرستهم. المدرسه اللي درسوا فيها اولادك كانت منيحه؟ ايه طبعا، اصلا لانهم درسوا فيها قدروا يجيبوا علامات منيحه بالبكالوريا. مشان هيك قلت لحالي يعني اذا بتساعديني مشان غيث وليسان فكر ابعتهم على نفس هاي المدرسه. مدرستهم مو منيحه والاولاد ما عم يستفادوا شيء. بعرف نحن وضعنا ما كتير وهالمدرسه قصتها غالي، بس كمان حرام يضيع مستقبلهم. وانتي بتعرفي وضعهم. امبارح حكيت مع عمر وهو موافق، واذا تدخلتي انتي وحكيتي مع المدير بلكي بيقبل يعمل لهم حسم. شوفي رفيف، انا ما عندي مشكله وكتير حابه ساعدك، بس عن جد هاي المدرسه كتير شروطها صعبه. ما تفهميني غلط بس اولادك طبعهم شوي صعب، وانتي بتعرفي هيك مدارس ما رح تقبلهم عندها حتى لو تدخلت. لا وحياتك، اولاد كتير متغيرين عن قبل صدقيني. بعدين انت كمان فيك تساعديني شوي، وقت اللي بدك تحكي مع المدير بتقولي له كثير هادين وكثير شاطرين بالمدرسه. وقت شو يعني بدك اياني كذب عليه؟ قصدك يعني انه هي كذبه؟ بعدين حتى لو هيك هي اسمها كذبه بيضاء. اصلا انت على شو هكلانها؟ مو ولادك كبروا ما عاد بدهم مدرسه. ما هون المشكله، عم فكر اذا تجوزوا كرم وريهام ابعت ولادهم كمان على نفس المدرسه. اي والله معك حق. لك هدو. رفيف وحياتك لو حدا تاني مستحيل وافق واتدخل، بس بتعرفي قديش بحبك. بعدين لسه بكير حتى افكر بولاد ولادي. خلص تكرمي رح احكي معه. هي خلي لي اياكي، عن جد ما في منك. ياسمين، ايه ادريتي انه باجا صار له فترة تارك البيت وبدهم يتطلقوا؟ بس نيرمين مو راضيانة تحكي لنا. وطي صوتك شوي، هلا بتسمعك. لو في هيك شيء كانت حكيت. شو ما بتعرفيها يعني؟ مستحيل تحكي لنا، وخصوصي على جوزها. حبيبتي نيرمين مو مثلي ومثلك، دغري بتنشر غسيلة قدام الكل، بدها تضلي تخبي لحتى تزبط كل امورها. من يوم يومها كتومه ما بتحكي شيء قدام حدا. ادخيلك ليش هيك؟ مو احسن يعني ضروري تفضح حالها؟ ايه. بعدين مو بس لنا، انا متأكدة انه حتى قدام ولادها ما عم تحكي. صحيح، وقت اللي طلعوا من القهوة كانوا سوا ولا راحت لحالها؟ شفتهم طالعين سوا، بس بيجوز يكونوا افترقوا بعدين، يعني يمكن وصلها على الباب وبعدين راح لأنه ما عاد شفتهم. لا كتير ظابطة بيناتهم، بس كل الحق علي. قلت لك هالشي حبيبتي،
معقول هيك دغري تعطيه وش من اول مره؟ وحياتك ما خليته يمسك ايدي شو بنا؟ لا والله مو قصدي هيك، بس دغري طلعتي معه؟ شو ما بتعرفي الرجال ما بيحبوا المره اللي بتعطيهم ريق حلو من اول مره؟ على القليله كان لازم تخليه يتعذب شوي. شو كان لازم اعمل يعني؟ مثلا كيف بدي اقول لك اياها؟ بدك تفرجي انه الك معجبين لحتى يغار شوي ويعرف قيمتك، مو تدلي حالك هيك من اول مره. ولو ياسمين شو بدنا؟ والله ما بعرف كيف بدي خلي حدا يغار علي. هداك الشرطي شو كان اسمه؟ مظفر قصدي. ايه هو بذاته. هلا ما لقيتي لي غير هالثقيل ها؟ طولي بالك وفهمي شو بدي اقول لك. الزلمه باينته حاطط عينه عليكي، اكيد انتبهتي لانه كلياتنا لاحظنا هالشي. لو كنت انا محلك بطالع شي حجه لحتى احكي معه قدام غسان. عاملي مثل امل، تلحلحي شوي. ليش انت شو ناقصك؟ بشو احسن منك هي؟ خليه يعرف قيمتك. لا 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 لا، ما فيني اعمل هيك شيء انا. لا لك شو فيها، خليه يغار عليكي، وين المشكله؟ بالزمانات كان عندي رفيقه مثلك، حبت واحد وعملت مثل ما عم قلك لحتى تتجوزها. عم تحكي جد؟ طبعا. يعني لازم اعمل هيك؟ عملي هيك وبكره بتشوفي. مو هيك يا عمري انتي؟ رح اعملها.